مشروع تمكين الاقتصاد للشباب في قطاع غزة من خلال العمل الحر الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن برنامج الحق في التعليم بتمويل من صندوق قطر للتنمية من خلال برنامج فخورة التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع القطرية، وذلك بالشراكة مع مؤسسة ميرسي بور الدولية غازا سكاي جيكس والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. المشروع عبارة عن مرحلتين، المرحلة الأولى عبارة عن تدريب للخريجين في مجالات تقنية، والمرحلة الثانية تدريب على العمل الحر. تم اختيار 500 مرشح لخوض اختبارات تحريرية لاختيار الأفضل منهم. وفي المرحلة النهائية تم اختيار 250 مرشح لخوض مقابلات من أجل اختيار أفضل 100 مرشح للانتساب إلى 5 دورات تدريبية تقوم الميرسي كور غازا سكاي جيكس بتنفيذها. تلقى المتدربين العديد من المعارف والمهارات المتميزة التي تؤهلهم لسوق العمل، على سبيل المثال عمل لوجو ديزاين، عمل فيديوهات موشن جرافيك، تطبيقات الجوال. بتنفيذ ورشة عمل بعنوان واقع العمل الحر في قطاع غزة فرص وتحديات، حيث قمنا باستضافة العديد من الخبراء وذوي الاختصاص للاستفادة من تجاربهم وذلك للاستفادة منها لاحقا في المشروع. وبعد الانتهاء من الدورات التدريبية قمنا بتنفيذ هاكاثون، وهو عبارة عن مسابقة تفاعلية ليوم واحد حيث تسابق المتدربون كل في مجاله وتم اختيار أفضل متسابق من كل مجال. طبعا أنا بتوقع أنه بعد الهاكاثون أتأهل للمرحلة الثانية من المشروع، مرحلة الفريلانسنج، لحتى أطور من نفسي وأنشئ لحالي ستارت أب. كانت الاستفادة من البرنامج استفادة كبيرة، اشتغلت على برنامج إلستريتور، طبعا أول تجربة لي على هذا البرنامج، وكانت المدربة معنا خطوة بخطوة تتبع معنا، فطلعت بحصيلة علمية كبيرة وجيدة جداً.